هذه القصيدة للشاعر علي بن حمري. وضحت الأيام والنية هنية، أحسب التاريخ هجري وميلادي، فرحت الغليل يا شاف غالية، حادت تسوى بعد طول الأبعاد. ما يجيب الضغط ولا الحساسية غير فرقع الزين مركوز الأنهادي، ما يجيب الضغط ولا الحساسية غير فرقع الزين مركوز الأنهادي، علمي له يا الهبوب الجنوبية، شوفتا تغني عن الشرب والزادي، علمي له يا الهبوب الجنوبية، شوفتا تغني عن الشرب والزادي. وضحت الأيام والنية هنية، أحسب التاريخ هجري وميلادي، فرحت الغليل يا شاف غالية، حادت تسوى بعد طول الأبعاد. كل ما وعدتني راسي صيفية، انتظر ما جيت ويفوت ميعادي، كل ما وعدتني راسي صيفية، انتظر ما جيت ويفوت ميعادي، أدر ما عندك مروفة وماوية، يا وجودي لين يرخصت وجادي، أدر ما عندك مروفة وماوية، يا وجودي لين يرخصت وجادي. وضحت الأيام والنية هنية، أحسب التاريخ ميلادي، فرحت الغليل يا شاف غالية، حادت تسوى بعد طول الأبعاد. أتعنى لك مع الخط شهرية، واعتبر نفسي على شانك مفادي، أتعنى لك مع الخط شهرية، واعتبر نفسي على شانك مفادي، بس أنا تحداه وقبال تحدية، وعلنا الثورة على رؤوس الأشهادي، بس أنا تحداه وقبال تحدية، وعلنا الثورة على رؤوس الأشهادي. وضحت الأيام والنية هنية، أحسب التاريخ هجري وميلادي، فرحت الغليل يا شاف غالية، حادت تسوى بعد طول الأبعاد. لا يطريني ولا جيب طارية، لا تعب فواده ولا يتعب فوادي، لا يطريني ولا جيب طارية، لا تعب فواده ولا يتعب فوادي، لا يطريني ولا جيب طارية، لا تعب فواده ولا يتعب فوادي، لا يطارني ولا جيب طارية، لا تعب فواده ولا يتعب فوادي. وضحت الأيام والنية هنية، أحسب التاريخ هجري وميلادي، فرحت الغليل يا شاف غالية، حادت تسوى بعد طول الأبعاد. وختاما، مؤسسة صوافٍ تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. تم إخراج هذا العمل باستديوهات صوافٍ الرقمية. الرياض 0508 952
9552. الإخراج مهندس الصوت محمد الكميم، ومن الإشراف العام عايض بن فرج المشعري. شكر خاص لمهندس الصوت عبد الرحمن الشهري، ولكم التحية من التقديم محدثكم لاف الرشيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.